بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية شاركنا في برنامج نمو البروتين في الفضاء. أعلننا عن هذه الفرصة للجامعات في دولة الإمارات. أول جامعة شاركت معنا في هالبرنامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وأطلقنا أول عينة بروتين من فريق إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. اشتغل على هذه التجربة رائد الفضاء سلطان النيادي، وشاركتنا جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة خليفة في إعداد عينات بروتين في مختبراتهم هنا في الأرض. وفي المرحلة الثانية من هذا البرنامج نطمح أن نبعث عينة ثانية من البروتين إلى محطة الفضاء الدولية. تحت برنامج الإمارات لرواد الفضاء نهتم أن نمنح هذه الفرص للجامعات في الدولة، فتكون هذه فرصة للعلماء والطلاب في الجامعات أن يبعثون تجاربهم العلمية إلى الفضاء. هو مشروع نحن سويناه عبارة عن إنزيم مهم لاستقلاب السكر الجلوكوز. هو أول إنزيم بيفكك الجلوكوز، وهو إنزيم يعمل بالتحديد بخلايا السرطان. فالفكرة من المشروع إن نحن نحاول نفهم كيفية عمل هذا الإنزيم، نحاول نعمل كنترول على نمو الخلايا السرطانية. الهدف بإذن الله إنه نعمل علاج لأنواع مختلفة من السرطان عن طريق هذا الإنزيم. This project involves exploiting novel gold nanoparticles to crystallize proteins more efficiently. And we've been able to demonstrate with a panel of 15 or so commercial proteins that we successfully obtained the fraction quality crystals with 14 of them. في التجربة أحاول أكتشف أسباب نمو الكريستال وخواصها باستخدام الكيمياء الحاسوبية، وأنا صنعت برنامج يساعدنا ندرس الخواص الميكانيكية للكريستال. سنستفيد من خلال هذه التجربة من بيئة محطة الفضاء الدولية التي هي بيئة منعدمة الجاذبية. تساعد هذه البيئة على نمو بلورات من الجزيئات البروتينية بشكل أفضل وجودة أعلى. هذا بيساعدنا على رؤية الجزيئات بشكل أوضح وتفاصيل أكثر، وعلى مستقبلاً تطوير أدوية وعلاجات تستهدف هذه الجزيئات في الأمراض المعنية. كانت تجربة فريدة من نوعها لأنها كانت بالاشتراك مع مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تحدينا جميع الصعوبات للوصول إلى هذا المركز العالمي. ولرائد الفضاء سلطان النيادي نشكرك لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى لك التوفيق.